في حلقة اليوم سنتحدث عن زيارة الرسول بولس لأفسس، أعزائي من منطقة أفسس العليا، أريد أن أتحدث عن زيارة بولس إلى هذه المدينة، مدينة أفسس. أنا موجود في منطقة البازيليكا القديمة من أيام الرومان خلف المسرح الموسيقي، وأحياناً كان يستخدم للاجتماعات السياسية، لأن المنطقة العليا تسمى الأجورا أو المنطقة اللي كانوا يعالجوا منها الأمور السياسية. لكن رح نذهب إلى ساحة الميدان في المنطقة السفلى اللي كانت منطقة تجارية أو دينية أيضاً. هذه الزيارة زيارة عظيمة لبولس الرسول، وتغيرت ناس كثير. رح أتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. من منطقة أفسس العليا أنا في طريقي إلى أفسس الوسطى. مثل ما شايفين معي أنا بمر في بوابة هيركوليس، هذه البوابة اللي بتاخذنا لمكتبة سلسس على الطريق الروماني القديم. تعالوا معي. وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟ قالوا: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس. فقال: وأي معمودية تعمدتم؟ قالوا: معمودية يوحنا. فقال بولس: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلاً. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. أعزائي، ما زلنا نقتفي أثرات خطوات الرسول بولس في زيارته إلى أهل أفسس. كنت في المنطقة العليا من أفسس نزولاً في الطريق الرئيسي إلى هذه البلدة. أفسس كانت تعتبر من أهم المدن في آسيا الصغرى في أيام الرسول بولس. لها تاريخ عريق وطويل من أيام اليونانيين، وطبعا الشيء الأهم من أيام الرومان، ولاسيما زيارة بولس إلى هذه المنطقة. أفسس كانت تعتبر العاصمة، عدد سكانها كان يزيد عن 200,000 شخص. كانت تعتبر سوق آسيا،
كانت تعتبر البنك اللي بيدعم كل آسيا، كانت تعتبر الخزانة لعدة أسباب. السبب الأول لأنها مدينة تجارية، طبعاً الميناء موجود بقرب هذا المكان، وهذا إن دل على شيء بدل أنه كانت السفن تأتي من كل أنحاء العالم إلى هذه المنطقة. عدا عن ذلك الطقس جميل، وأيضاً المنطقة خصبة ومنطقة زراعية، فكثرت فيها التجارة في هذا المكان. سبب آخر، كانت مدينة سياسية. طبعاً في أفسس كانوا يهتموا في كل الأمور المدنية في هذا المكان، تستطيع أن ترى أعمدة وبيوت من الجهة الأخرى، بيوت الرومان اللي كانوا يسكنوا في هذا المكان. طبعاً الحاكم الروماني كان يأتي من فترة إلى فترة لكي يعتني في بعض القضايا السياسية أو المدنية، ولكي يمارس العدالة الرومانية في هذا المكان. ثم أيضاً شهرتها كانت مدينة رياضية، فطبعاً اللي كان يفوز أو يعلن عن ألعاب رياضية كانت لأي بلد تعتبر شرف وامتياز في ذاك الوقت. فكانت أفسس مدينة رياضية، اليوم تستطيع أن ترى مسرح بيسع 24,000 شخص، وإن دل على شيء كانت جماهير وجموع كثيرة تأتي إلى هذا المكان. أيضا كانت مدينة تعتبر مركز للسحر والعرافة، كل أنواع العرافة والتعويذ كانوا يأتون من كل البلاد لكي يشتروا أحجبة وتعاويذ تساعد الناس في الحظ، تساعد العاقر على الولادة، تساعد على الشخص الغير سعيد أن يكون سعيد، أو اللي بتخلفش تخلف، وهكذا. كل أنواع السحر والعرافة كانت تمارس في هذه المنطقة. أيضا شهرتها أفسس أنها كانت مدينة دينية، فانتشرت المعابد في كل مكان. بالواقع تستطيع أن ترى الأصنام والتماثيل في كل أنحاء المدينة. هذه الأصنام بتعبر أنه كانت مدينة دينية، كثرت فيها العبادات من أيام اليونانيين وأيام الرومان، حتى بنوا معبدين لآلهة المصريين حتى يجتذبوا السياح والتجار المصريين في هذه المنطقة. عدا أنه كانت مركز للعبادات الوثنية والهرطقات والبدع، حتى في أيام الرسول بولس بدعة الغنوصيين وبدعة المهودين إلى آخره. لكن أكثر شيء بتتميز فيه هذه المدينة هي عبادة الإلهة أرطميس. أرطميس الكلمة اليونانية، لكن ديانا هي الكلمة الرومانية، فكانوا من كل البلاد يأتوا ليعبدوا هذه الإلهة. أنا موجود في منطقة أفسس الوسطى، وراي المكتبة الشهيرة، مكتبة سلسس، تعتبر المكتبة الثالثة في العالم أنذاك. المكتبة الأولى كانت في الإسكندرية، المكتبة الثانية كانت في برغاموس، وهذه المكتبة الثالثة في منطقة أفسس. وتستطيع أن ترى بوابة قديمة، هذه البوابة بوابة مازوس مترديتس التي تقود إلى الأغورا، إلى المنطقة ساحة الميدان العام، المنطقة التجارية. وطبعا هذا الطريق الرخام يقود إلى طريق الرخام، الميناء الذي يوصل المدينة بهذا الميناء. أعزائي سأواصل حديثي عن هذا الموضوع. إن المكتبات الكثيرة هنا التي حرقت، لكن الكتاب الوحيد والأعظم، الكتاب المقدس، ما زال يمتد. إطلال مدينة أفسس. من بين تلك الاكتشافات الهامة معبد أرطميس، وهو يعد أحد عجائب الدنيا السبع. وقت أن كان الرسول بولس يقطن هنا، كان المعبد يعد أضخم صرح في العصر اليوناني القديم، فكان حجمه 55×115 مترا. وبالقرب من هذا المكان الأثري كانت توجد بازيليكا القديس يوحنا. ويقول التقليد أن القديس يوحنا أمضى السنوات الأخيرة من حياته في هذا المكان، وبعد وفاته تم بناء مزار له فوق القبر. كان الطريق الرئيسي الذي يمر بوسط مدينة أفسس يطلق عليه شارع كوريتس، وكان سوق المدينة وقت الرسول بولس
يمثل مركز الحياة المدنية، فكان يضم المكاتب الحكومية والأضرحة الإمبراطورية التي كانت تصطف على جانبي هذا الطريق العام الرئيسي. أعزائي، عندما جاء بولس الرسول إلى منطقة أفسس تقابل في الأول مع مجموعة من تلاميذ يوحنا المعمدان اللي آمنوا بمعمودية يوحنا، لكنهم لم يعرفوا يسوع. بشرهن بيسوع وعمدهن وامتلأوا بقوة الروح القدس. بعدها بولس ذهب ليتكلم بمجمع اليهود. مكتوب أنه كان 3 شهور يحاج ويقنع اليهود بالأمور المختصة بملكوت الله، وكأنه يريد أن يقول أن ملكوت الله ليس مجرد في المستقبل، لكن ملكوت الله جاء بواسطة المسيح. ملكوت الله داخلكم، هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا وملكا على القلب والكيان والحياة. لفترة 3 شهور كان يعلم وكان يتكلم في مجمع اليهود، لكنه واجه رفض، واجه عناد شديد ورفض لكلمة الله. عندما ابتدأ يجاهر شاف في مقاومة من اليهود. هذه المقاومة حدثت في منطقة أفسس، كانوا يتقسون، مكتوب شاتمين الطريق أيضا. كلمة يتقسون يعني حتى بالفكر ابتدأوا يتقسوا، وبالفعل ابتدأوا يخدوا بطريقة فعلية إنه رفضوا الكلمة بالكامل. لكن عرف بولس الرسول إنه دعوته هي من الرب، والتوقيت هو توقيت إلهي، والخطة هي خطة إلهية، والرسالة هي رسالة إلهية. لكن كان دايما يبتدئ بمجمع اليهود لأنه عندهم خلفية عن الكتاب المقدس، ثم ابتدأ يتكلم للأمم. مكتوب أنه استأجر مدرسة لتيرانيوس، هذه المدرسة استأجرها لسنتين. تيرانيوس على ما يبدو أنه كان شخص فيلسوف ومثقف، لأنه اكتشفوا مخطوطات في هذه الأيام أنه بالفعل في شخص اسمه تيرانوس، وبالفعل أنه كان مثقف وكان يعلم، كان عنده مدرسة. استأجر بولس الرسول هذه المدرسة، كان يعلم في نصف النهار لأنه طبعاً بالصيف حر شديد. الصبح كان تيرانوس يعلم وبعد الظهر، لكن بولس كان يعلم بين الساعة 11 للساعة 4 في عز الظهر. والشيء الغريب، حتى كلمة تيرانوس تعني تايرنت أو الطاغية أو الشخص العنيد أو المقاوم، لكن مع كل هذا المدرسة أصبحت بركة وأصبحت كنيسة وأصبح اجتماع عظيم، لأنه مكتوب سمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. تصور، ما كانش في أي وسائل إعلام، لكن سمعوا كلمة الرب، كانوا يأتوا لأن روح الله موجود في هذا المكان. ومكتوب أيضا أن الله يؤكد بل يثبت بل يدعم كلمته بالآيات التابعة، أي بالآيات والمعجزات. هذه المدينة، مدينة أفسس، رأت أعظم معجزات المسيح، بل رأت من أعظم النهضات اللي سجلها العهد الجديد. مكتوب سمع كلمة رب جميع الساكنين في آسيا. ماذا حدث؟ لأنه كلمة الله قوية ابتدأت تغير الناس، ومع كلمة الله أيضا قوة الله ابتدأت تظهر. مكتوب كان الله يصنع على يدي بولس آيات غير معتادة، آيات عظيمة من شفاء ومعجزات. كانوا يأتون بالمآزر يضعونها على جسد بولس الرسول فكانت تشفى من الأمراض، وكانت الأرواح الشريرة تخرج بسبب قوة الكلمة، بسبب شهادة بل كرازة بولس الرسول. ماذا فعلت كلمة الله في آسيا؟ عدة أمور. أولا، شافوا قوة الله، معجزة الله، إنه هذا الكلام ليس مجرد كلام بل مدعم بمصداقية إلهية، قوة إلهية هي قوة الروح القدس، فرأوا معجزات وعجائب في هذا المكان. ثم بنفس الإصحاح مكتوب وقع خوف على الجميع، لأنه شافوا أمور غير معتادة، مع أنه هاي بلد دينية، لكن شافوا شيء أعظم من الأمور اللي اعتادوا أن يشوفوها. شافوا أنه عمل الله، قوة الله بتمتد، فوقع خوف على الجميع. مكتوب كان اسم الرب يتعظم،
أن يتعظم على كل الآلهة ولا سيما الإلهة أرطميس اللي كانت الناس تعبدها في هذا المكان. في هذا المكان استطاع بولس من خلال الكرازة أن يدمر مركز السحر والعرافة. بعض اليهود حاولوا أن يستخدموا اسم بولس وبهذا الاسم يخرجوا الأرواح الشريرة. كان المعتاد في هذا المكان لأنه كانت مركز للسحر أنه أحياناً يخرجوا نوع من التعويذ أو الحجابات بسحر أقوى، فظنوا أنه اسم يسوع اللي كان يتكلم عنه بولس بطريقة طبعاً شعوذة وبطريقة سلبية أنه ممكن يجيب ربح لإلهن، فسرعان ما اكتشفوا خيبة الأمل. الأرواح الشريرة هجمت عليهن وجرحتهن وعرتهن، وهذه الأرواح أحبائي أخرجت بقوة كلمة الله. شو النتيجة؟ تدمر كل مركز السحر. كانوا يأتون بالكتب والتعاويذ والعرافة وكل الأسحار ووضعوها عند أقدام التلاميذ وحرقوها. كان مكتوب سعرها 50,000 من الفضة، أي خسارة عظيمة جدا. هذا إن دل على شيء بدل على قوة امتداد الإنجيل. فدمر مركز السحر والعرافة في هذا المكان. ثم يقول الكتاب هكذا كانت تنمو كلمة الله وتمتد، يعني كانت تأخذ مواقع وتنتصر. كانت الناس تأتي مقرين ومخبرين بأفعالهم، كان يقروا إنهم خطاة ومحتاجين إلى نعمة بل خلاص المسيح يسوع. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس. وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة. فأجابهم الروح الشرير: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أما أنتم فمن تكونون؟ فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. بعد الانتصار العظيم لبولس الرسول في منطقة أفسس، كان عليه أن يرجع إلى أورشليم حتى يختصر الوقت أنه يرجع مرة أخرى لأفسس. كان موجود في ميليتوس، فاستدعى القواد الخدام والقسس والشيوخ، كل قواد الكنيسة، حتى يخطب للقواد ولربما تكون آخر مرة في حياته أنه بشوف هؤلاء الناس. فمن ميليتوس استدعى قسوس أفسس وابتدأ يخطب لهم. في هذه الخطبة راجع معهم عدة أمور، راجع معهم الماضي، ناقش الحاضر، وحذر طبعا من أمور ستحدث في المستقبل. راجع معهم الماضي، أراد أن يظهر لهم دوافع الخدمة الحقيقية. بولس كان يخدم لأنه كان بحب الله، كان مكرس للرب، ولم يخدم لأسباب مادية ولا مطامع أنانية ولا لأي هدف أخرى، لكن الرب كان في حياة بولس أولا. ثم من خلال حديثه علمهن عن أسلوب الخدمة. الأسلوب كان دايما منسجم في حياة بولس، أنه علم وعمل، فكان شهادة حية، وكان يخدم بتواضع وبدموع كثيرة، كان يصلي من أجل شعب أفسس. ثم تحدث عن رسالة الخدمة. في هذه الرسالة قال لهم أنه لم يؤخر شيء من الفوائد، لكن حدثهم بكل مشورة الله.
أي رسالة الخلاص بالكامل، ما خلاش ما خباش أي شيء، خبرهن بكل التعليم، كل ما كان يملك بولس من معلومات خبر القصوص والمعلومات اللي عنده ما أخرهنش، أعطاهن للناس الآخرين. هذا أسلوب جميل جدا ورسالة واضحة في خدمة الرسول بولس. شيء آخر، مش بس علم عن أسلوب الخدمة ورسالته في الخدمة، لكن بشوف أعظم آية اللي بتلخص حياة بولس الرسول، قال في إصحاح 20 آية 24: ولكنني لست محتسبا لشيء ولا نفس، لكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب لأشهد ببشارة نعمة الله. فواضح هاي الآية هي بتلخص خدمة وحياة بولس الرسول. فمن خلال هذه الآية نرى عدة صور بولس تكلم عنها. أول صورة، رأى نفسه كمحاسب، لست أحتسب لشيء. فالحسبة الأولى حسمها إنه يسوع هو الأولوية الأولى في حياة بولس الرسول. ثم رأى نفسه أيضا كرياضي، حتى أتمم بفرح سعي، وهم بيتحدث عن صفة الرياضي. شاف نفسه رياضي إنه لازم يصل للهدف المنشود، أي يصل حتى يأخذ الجائزة أو التاج. ثم أيضا يشبه نفسه هون بوكيل، أي الوكالة، كان أمين في دعوته، خدم بكل أمانة. ثم أيضا شاف نفسه كشاهد لأشهد ببشارة نعمة الله، فشاف نفسه لأنه هو اللي شاف الرب المقام، فعليه أنه يتكلم برسالة حية بمصداقية أنه رأى الرب المقام، فأراد أن يشهد بحياته وتعليمه عن الرب يسوع المسيح. ثم أيضا شاف نفسه مبشر لأشهد ببشارة نعمة الله. البشارة تعني الأخبار السارة عن النعمة، عطية الله المجانية التي لا نستحقها. هذه البشارة هي الأخبار السارة، أي أنه الشخص الأول اللي لازم يخبر الناس المحتاجة أنه تسمع أخبار الخلاص وأخبار الحياة الأبدية. ثم أيضا نظر أو رأى نفسه أنه حارس على برج عالي، وهذا الحارس هو الذي يحذر من أمور في المستقبل، عندما قال إني بريء، أشهدكم إني بريء من دم الجميع. حذر أيضا من أمور مستقبلية، حذر من عن كذبة من الداخل وعن هجمات من الخارج، وبيصفهم ذئاب خاطفة رح تيجي في وسطكم، وهذه الذئاب ترمز إلى التعاليم الضالة والمزيفة اللي راح تجتاح هذه المنطقة، لأنه أفسس كانت معروف مهد البدع والهرطقات في هذا المكان. فحذرهن أنه يثبتوا في الإيمان ويكونوا مستعدين لمجيء الرب، وأنه يثبتوا بنعمة الله وينمو في كلمة الله. فحذرهن من المستقبل، من السهل أنه الإنسان يتناسى هذا الموضوع. شو المشكلة في حياة الخدام؟ حياة اللامبالاة، أو الحياة السطحية، أو الطمع والأنانية، أو حياة الكسل والتراخي والأنانية اللي في حياتنا. فحذر من هذه الأمور. وعلى فكرة أفسس كانت من أعظم مدينة. حذر أيضا الرسول يوحنا عندما جاء وعاش في أفسس، أيضا حذر كنيسة أفسس في سفر الرؤيا، وقال أخاف عليكم إنه تركت محبتكم الأولى. فحذرهم من المحبة الفاترة، المحبة الباردة. وللأسف الشديد بعد فترة زمنية إنه نسيت المحبة الملتهبة، واليوم مثل ما بتشوفوا أفسس أكوام من الحجارة. تمت نبوة بولس وتم تعليم الرسول يوحنا إنه تكلم بالفعل، إنه كلمة الله عملت أمور عظيمة، كنائس بنات، لكن زلزال عظيم اجتاح هذه المنطقة، واليوم نسبة المسيحيين ضئيلة جدا في هذه المكان. طبعا أعظم كتاب اللي بيثبت هو كتاب الله. مثل ما شايفين هذه كانت أعظم مكتبة في العالم القديم للرومان في آسيا في أفسس.
فالكتاب المقدس هو أعظم كتاب اللي بيحذرنا أنه ننتبه ما نكون متراخين أو طمعين أو أنانيين، لكن نفتح قلوبنا لبشارة ونعمة الله أيضا. من المسرح الروماني أنا موجود على الطريق القديم يسمى طريق الميناء الذي يربط ميناء أفسس القديم مع أفسس القديمة، لكن ابتدأ هذا الميناء يتراجع عند جفاف نهر الكايستر، وأيضا مدينة أفسس ابتدأت بالتراجع بنو أفسس العليا. أعزائي، زيارة بولس الرسول كانت زيارة ناجحة في منطقة أفسس لأنه اتدمر فيها مركز العبادة الوثنية وقوة السحر والعرافة، وانتصرت كلمة الله في كل مكان وتأسست كنائس في هذه المدينة. السؤال: بأي قوة فعل الرسول بولس؟ طبعا بقوة الرب يسوع المسيح المقام وقوة الروح القدس الساكنة في داخله. إن الإنجيل لم ينتهي، ما زال يمتد إلى الأمام، ففي أي منطقة فيها بشارة الإنجيل فيها حرية من العبودية، فيها حرية من الأرواح الشريرة، فيها شفاء وفيها خلاص للنفس وفيها أيضا حياة أبدية. لربما أنت تشاهد هذه الحلقة أنت تحتاج إلى تحرير مستعبد بالتعاويذ أو الحجابات أو الكتابات لأي سبب آخر، التجئ إلى يسوع المسيح، فهو الذي يحمي وهو الذي يغفر وهو الذي يطهر أيضا وهو الذي يعطيك الحياة الأبدية. نعم إن المكتبات الكثيرة هنا التي حرقت، لكن الكتاب الوحيد والأعظم الكتاب المقدس ما زال يمتد، ما زال ينتشر. افتح قلبك ليسوع المسيح، اقرأ في كلمة الله، وأنا متأكد أن الرب رح يتعامل مع حياتك. حتى أسمع منك، إلى اللقاء والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن محاكمة الرسول بولس في قيصرية، لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو